أن تكون طالباً فهذا يعني أن تكون مشغولاً معظم الوقت بحضور الصفوف المدرسية وأداء الفروض المنزلية، ولهذا السبب فغالباً لا يكون لديك وقت للعمل بدوام كامل. وبسبب اليأس وقلة الوظائف يقبل الطلاب بأي وظيفة متاحة بغض النظر عن غرابة نوعية الوظيفة أياً كانت. إليك أغرب وظائف الطلاب حول العالم. عداد العظام. إذا كانت لديك عضلات بطن قوية ولا تزعجك رؤية أطراف مشوهة، فيمكنك أن تعمل في وظيفة عد العظام. فهناك العديد من الشركات التي تطلب أشخاصاً للعمل في أقسام الشحن والاستلام، وتحتاج لمن يقوم بعد عظام الجثث. أحياناً تكون العظام مجمدة أو مشوهة الشكل، وهذا يعني أنه ما زالت مغطاة ببعض من اللحم البشري. تتلخص وظيفة عداد العظام في تنظيف وتقطيع وتجهيز العظام كي يتم إرسالها للمستشفيات لأغراض الزرع والعمليات. رجل الفزاعة المحترف. بأجر يصل متوسطه إلى 15 دولار في الساعة، يمكنك أن تساعد المزارعين بإبعاد الطيور والمخلوقات الأخرى عن المحاصيل الزراعية. وطالما أن المزارعين ما زالوا يفضلون استخدام الفزاعة في حقولهم، فإنه من الأفضل تعيين شخص للقيام بوظيفة الفزاعة ليجلس في وسط الحقل ويقوم بإبعاد الطيور عن المحاصيل عن طريق التلويح لها بذراعيه، كما يقوم بإصدار ضوضاء عشوائية كي يبعد أي طائر عن مملكته البائسة. لست مضطرا أيضا إلى ارتداء زي الفزاعة التقليدي، إن كان ذلك سيساعدك على تقبل تلك الوظيفة. العارض المستخدم في صفوف تعليم الرسم. إذا كنت طالبا جامعيا صغير السن وفي حاجة لبعض المال، فلديك الخيار للعمل في تلك الوظيفة، ولكن عليك أن تكون مستعدا لخلع ملابسك. إنها ليست وظيفة في نادي تعرّن، ولكنك ستساعد زملائك في كليات الفنون في تعلم رسم الجسم البشري. وظيفة العارض المستخدم في صفوف تعليم الرسم هي وظيفة غير معتادة في الحقيقة، فتلك الوظيفة تجعلك محور العمل كله لفترة طويلة، حيث تجلس أنت في وضع معين بينما يحدق بك الكثيرون. وسيكون الأمر أكثر إثارة إذا قبلت خلع جميع ملابسك من أجل مساعدة طالب مبتدئ على تعلم الرسم، فالعارضون الذين يقبلون التعري كليا يحصلون على أجور أعلى. مدقق حسابات الجاعة. ربما تبدو تلك هي وظيفة الأحلام بالنسبة للطلبة، وأساس فكرة تلك الوظيفة هو شيء يشبه التسوق، ولكنك ستشتري الجعة. تستغرق مدة العمل 15 دقيقة، ووظيفتك هي مراقبة المحاسب إذا ما كان يقوم بعمله بشكل صحيح أم لا فيما يتعلق بتجارة الكحول طبقا لقانون الولاية. سوف تدعي نسيانك بطاقة هويتك في السيارة، وترى ما إذا كان البائع سيبيع لك الجعة أم لا، وسترى إذا كان سيضع بيانات ميلادك على الكمبيوتر أم لا، ثم تكتب تقريرا عن زيارتك. ولكن لا تنسى أن تدفع ثمن الجعة، ولا داعي للقلق، فبالطبع ستحصل على أجرك فيما بعد. ولذلك فهي وظيفة مرحة، حيث ينتهي الأمر بك يوميا إلى احتساء جعة مجانية بالإضافة إلى المال الذي ستحصل عليه دون عناء. منظف السيارات المحطمة. هناك وظيفة لطيفة معروفة، وهي العمل في مغسلة السيارات الجميلة والأنيقة. لكن على الجانب الآخر هناك وظيفة أخرى مشابهة، وهي غسل السيارات المحطمة تماما أو تنظيف السيارات ذات الحالة الجيدة من أجل بيع أجزائها في المزادات. فتنظيف السيارات المتهالكة يجلب للشركات الكثير من المال، لذا فهم يدفعون المال لبعض الأشخاص لكي يجعلوا تلك السيارات المتهالكة تبدو لامعة وبراقة وكأنها جديدة، لكن البعض يرى أنها مضيعة للوقت، وعلى العكس يرى البعض الآخر أنها فرصة لكسب الأموال من لا شيء. مشرف الأقزام. في فصل الشتاء يكون معظم الطلاب في عطلة ويبدأون في البحث عن عمل، بينما يتجه الكثيرون منهم إلى العمل في مجال البيع بالتجزئة، يقوم آخرون بارتداء ملابس الشخصيات الخيالية مثل سانتا كلوز. وإذا أثبتت جدارتك في هذا العمل، فربما سوف تتقدم في عملك وتصبح مشرفا على أقزام الشوارع. المتطلب الأساسي لتلك الوظيفة هو أن تكون متعاملا جيدا مع الأطفال، وعلى الأخص الأطفال الذين يصعب إرضاؤهم، كما ستقوم أيضا بإدارة عمل مجموعة من مرتدي ملابس الأقزام الذين سيحاولون كسب أموال إضافية بينما يرتدون ملابس مزركشة لجذب الأطفال. ولذلك فستكون أنت المشرف على تلك المجموعة. مهرج الشارع.
أحيانا عندما لا يستطيع الشخص إيجاد وظيفة فإنه يقوم بالعزف على آلة موسيقية إذا كان يستطيع الغناء. وهناك أيضا من يقوم بالحيل السحرية، لذلك فإذا كنت تمتلك موهبة ما فيمكنك العمل كمهرج شوارع. يعرف مهرج الشوارع أيضا بأصحاب المواهب المتجولين، فهؤلاء الناس يكسبون أموالا جيدة إذا كانوا بالفعل يملكون موهبة وقدرة على إمتاع مارة وعرض مهاراتهم أمام الناس. الشيء الوحيد الواجب مراعاته هو التأكد أولا من قوانين مدينتك، وإذا كان من المسموح ممارسة تلك المهنة بالمدينة أم لا، حتى لا يتم اعتقالك أثناء أدائك لعرضك في الشارع بين الجمهور. مراقب الديدان. إذا كنت من الأشخاص الذين من الصعب أن يشعروا بالاشمئزاز من أي شيء، فربما يناسبك العمل في منصب مساعد في مشروع بحثي في إحدى الجامعات. تتلخص مهام تلك الوظيفة في التنقيب والحفر والتعرف على ديدان الأرض. يمكنك أيضا أن تقوم بنشر المعلومات التي تجمعها عن الديدان والعينات التي قمت بجمعها على قاعدة بيانات على الإنترنت. هذا يعني أن عليك قتل بعض الديدان من أجل فحصها بدقة، وذلك بالطبع يكون باسم العلم وكسب بعض الأموال أيضا. مشاهد العرض الأول. هل تحب مشاهدة الأفلام؟ إذن فتلك الوظيفة تبدو مناسبة لك، حيث تستطيع كسب بعض المال عن طريق عملك كمشاهد للعرض الأول. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بعد الناس في قاعة السينما وإعداد تقرير حول الأفلام التي تم عرضها في العرض السابق. بائع خلايا البلازما. البلازما هي مادة تجعل مكونات الدم متماسكة، وهي مادة مطلوبة جدا من قبل المستشفيات وشركات تصنيع الأدوية. إذا لم تكن ممن يخشون الإبر ولديك وقت فراغ كبير، يمكنك أن تكسب ما يصل إلى $70 في الأسبوع من بيع سائل البلازما الخاص بك. إنها وظيفة غريبة جدا، ولكنها خيار شائع لدى طلبة الجامعات صغار السن، ولأنها لا تتطلب الكثير من الوقت فيكون لديهم متسع من الوقت للدراسة وقراءة الكتب. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي باسترخاء وتبيع جزءا من سوائل جسدك.